على الرغم من تأكيد أعضاء أوبك بلس بأن كل مساعيهم من أجل خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية هذا العام لا تمت بصلة لأسعار النفط المنخفضة، وهذا القرار يأتي من أجل دفع الأسعار نحو الارتفاع، إلا أنه طبعا أسواق النفط استجابتها كانت مغايرة، هي تفسر أن هذه القرارات هي فقط من أجل تسييس أسعار النفط، وتصر أوبك وأعضائها مع أوبك بلس بأنه كل ذلك يتم فقط من أجل إحداث التوازن بين العرض والطلب. لكن مع خفض الإنتاج توقعنا أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع. هنالك عوامل أخرى تكبد أسواق النفط خسائر، من ضمنها ارتفاع مستويات أسعار الفائدة العالمية وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل، وهذا يعني أن كبار تجار النفط من يقوموا بأخذ قروض من البنوك من أجل أن يستأجروا ما سعات تخزين للنفط أصبح هذا الموضوع مكلف عليهم، وبالتالي بدأنا نلحظ تراجع في أسعار النفط مع تخطي تصورات تجار النفط لإمكانية طبعا تخطي هذه الخسائر. نتحدث عن جي بي مورغان وتوقعاته التي تجد بأن هنالك انخفاض للطلب على النفط بالربع الرابع من هذا العام. تقييد الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا جاء بسبب انخفاض استهلاك البنزين تحديدا نتيجة الارتفاع القوي للأسعار، وبالتالي وجد المستهلك الأمريكي وكذلك الأوروبي بأنه يمكن أن يحدد مستويات شرائه للبنزين وخاصة في السيارات عن طريق التنقل الداخلي حتى لا يضغط ذلك على فاتورة الاستهلاك. الصين أيضا الطلب الكبير، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما يزال الطلب فيها منخفض، وتعتمد الصين على مخزونات الخام المحلية فيها بعد ارتفاع الأسعار عالميا. وأيضا لا ننسى أن مستويات الإنتاج الصناعي تمر بمرحلة انكماش، وإن كانت قد توسعت في الآونة الأخيرة في آخر قراءة، إلا أن ذلك غير كافي بالنسبة للطلب العالمي. أيضا الإبقاء على السعر المستهدف للنفط لنهاية 2023 عند 86 دولار البرميل لا يعطي أي بارقة أمل بأنه ستتحسن ظروف الطلب وتدفع الأسعار إلى الارتفاع. لكن أسعار النفط نجدها تحت ضغط معدلات الفائدة المرتفعة وضعف النمو الاقتصادي، وذكرت في بداية هذا العرض أنه تعاني الكثير من الأسواق لدينا وكبار تجار النفط من موضوع ارتفاع تكلفة التخزين لديهم. برنت في جلسة الرابع من أكتوبر تراجع أو سجل أكبر خسارة يومية في 14 شهرا عندما تراجع ب 5.6% وكسر لدينا مستويات 90 دولار للبرميل. نجد اليوم نعم يحاول أن يشق طريقه فوق 86 دولار، ولكن وصل إلى هذه المستويات. WTI تراجع لدينا أيضا ب 5.6% وهي أكبر خسارة يومية له منذ عام. وننتقل الآن إلى أسعار النفط التي تتجاهل قرارات أوبك بلس وانخفاض المخزونات. نتابع، السعودية قالت أنها ستواصل الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية هذا العام، وستتمكن في نوفمبر من إعادة النظر أيضا في هذه الخطط، وحتى نهاية هذا العام ستلتزم بتخفيضها لمليون برميل يوميا، وستصبح المستويات كما هي الحالية عند 9 ملايين برميل الإنتاج السعودي. روسيا قالت أنها ستواصل قيود التصدير الطوعية، طبعا كانت قد قيدت روسيا وحظرت تصدير البنزين وبعض من المواد المشتقات على بعض من الدول الغير صديقة لها، ثم أعادت فتح هذا الحظر حتى نهاية هذا العام. خفضتها من 500 ألف برميل إلى 300 ألف برميل يوميا، يعني تحاول روسيا أن يعني تقف مع جماعة أوبك وفي نفس الوقت مصالحها الأخرى دون أن تتضارب معها. مخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بأكثر من التوقعات، حدود 2,200,000 برميل يوميا، لكن هذا لا يعني أن مصافي التكرير تسحب من المخزون وبالتالي يتراجع، وهذا يعني زيادة الطلب المحلي. لربما كما ذكرنا ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالنفط هي التي تدفعهم للتخلص أو سحب هذا المخزون، ولربما إيجاد بدائل أخرى لتخزينه في الولايات المتحدة الأمريكية.